عندي سكلوب مع الجمبري، عندي اللحمة شرايح صغيرة مش كبيرة، بحاول افردها عشان ما تكشش معايا وانا بقليها. حتت سكلوب رفيعة اهي، وكده بنهرس البطاطس المهروسة مع الكريمة اللباني اهي. ديت البومبوري، ايه البومبوري، عندي الطاسه على النار حاميه جدا، هروح جايبها كده واهو، عشان بس حته السمنه بتاعت اللي هحطها ما تاكسدش اهي. كده اهو لازم ننزله مع الصوص بتاعه ياخد منه، بس لازم نعمل له صدمه الاول. حطينا له توم وشويه كاري ملح وفلفل، وبناخده سوتيه كده ونركز مع بعض في نفس الطاسه. بصلايه وتوم على النار اهي كده، وادي مكعب مرق، ده كركم او كاري، سوري كاري يعني، ورق لورو، حبة زيت زيتون، شايف يا باشا؟ ده الشريمس بتاعي او الجمبري اهو. بصوا ادي كريمه لباني، حبه فلفل، بلاش ملح عشان بوجع بطن ابراهيم، حطينا مكعب مرق كفايه. عايزها تغلي كده، اللحمة بتاعتي شمعتها بس ما خدتش سوا كامل، لكن كده تكمل سواها ويسويها ربنا. يا سبحان الله، كده ادي الاسكلوب بتاعي اللي هو صرف انطرف